تنضم إلينا من بيروت ماري سالم المحلل المالية في الشرقية الأخبار. أهلا وسهلا بك ماري من جديد. أنا سأبدأ معك من هذا الخبر الأخير حول استحواذ بيور هيلث على حصة مايو كلينك في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. الشركة قالت أنه الأثر المالي لهذا الاستحواذ سينعكس في النتائج المالية لعام 2024. هل يمكن من خلاله أيضا أن نقرأ أي تأثير فيما يتعلق بأي قرارات مستقبلية في توزيعات الأرباح إلى جانب الأثر المالي الذي قد نراه؟ مساء الخير محمد ويعطيك الف عافيه. يعني فعلا انه الوحده تبع بيور هيلث اللي حتستحوذ على الحصه تبع مايو كلينك هي حتنعكس في البيانات الماليه طبيعه الحال تبع بيور هيلث، وهن محددين انه بالربع الاول من 2024. ولكن الملفت انه نحن كنا بالماضي عم نحكي تحديدا عن بيور هيلث وعن افصاحات الشركه بوقت الاكتتاب عن التوزيعات، انه اذا وجدت الارباح حيكون في توزيعات للمستثمرين. هلا نحن وقتها حددنا انه هو مش انه فكره انه يكون في ارباح ولا ما يكون في ارباح، وانما يكون في سيوله. باستحواذ من هذا النوع ممكن ياثر على السيوله اللي موجوده لدى الشركه، فممكن اكيد انه ياثر على التوزيعات يلي الشركه ممكن تكون انه هي عم بتفكر انها توزع على المستثمرين. فاليوم عم نشوف اول شيء تراجع بحدود 1.25% على سهم بيور هيلث بقلب الاسواق الماليه، والتفاعل على الخبر ما انه كثير ايجابي من قبل المستثمرين. يعني قادرين شوي نحدد انه قديش المستثمرين قلقين فيما يتعلق بموضوع التوزيعات مش بموضوع الأرباح، لأنه مجرد أنه نحن يكون في عنا توسع هي عملية إيجابية. يعني بالإجمال وقت نطلع على الدمج والاستحواذ بالشركات بنلاقي انه الاثر تبع المباشر اكيد حيخف الكاش فلو، حتخف السيوله اللي موجوده لدى الشركه، ولكن بنفس الوقت حيكون في منظور مستقبلي ايجابي، خاصه انه هن محددين كمان الارباح تبع هذه الوحده اللي هن عم بيشتروها. يعني في عندك انترنت بروفيت تبعها بالربع بال 2023 كان بحدود ال 14.7 مليون، يلي هي منا مبالغ يعني لا تقيم، بالعكس هي شغلة للمستقبل حتكون لها مردود مالي جيد ضمن الإيرادات تبع الشركة. ولكن بالمرحلة الحالية اللي نحن موجودين فيها المستثمرين ما قدروا يتفاعلوا مع الخبر بشكل إيجابي، بالعكس لأنه هن عم يطلعوا على التوزيعات على الجروث تبع السهم، وإذا بناخد أداء السهم منذ إدراجه منه بنفس الوتيره تبع الادراجات الاوليه اللي حصلت بغير قطاعات. يعني شفنا ارتفاعات وصلت لحدود 80% عند الادراج، وهلا حاليا عند ال 45% فقط الارتفاعات منذ الادراج. يعني تم تقليص هذه الارتفاعات، وهذا بسبب قلق من بعض المستثمرين فيما يتعلق بالتوزيعات والبيانات الماليه اللي بدها تصدر مفروض هلا باي وقت، يعني كرمال 2023. فهذه كل الامور بتاثر على نفسيه المستثمرين. يمكن بكره نرجع نشوف ارتداد للسهم بالأسواق من بعد ما يكون توضح أصلاً كيف حيتم كيفية تمويل هذا الاستحواذ، وشو حيكون يعني بنعطى أكثر يعني حيثيات للصفقة لحتى نقدر نقيم على المضبوط كيف حيكون تأثيرها على الشركة. يعني ماري أشكرك جزيل الشكر. يعني فقدنا الصورة من المصدر، ولكن دائما نشكرك على هذه الإيضاحات وهذه القراءات فيما يتعلق باتجاهات الأسواق الخليجية، ويعني الأخبار المتعلقة ببعض الشركات في أسواق الخليج. شكرا جزيلا لك.